مرحبا وبيك يا عايشة. بس عليك والله الحمد لله. تعرف عليك وسام، عمري 21 سنة، نسكن سيدي عسيان. وسام، انت من الناس اللي قرروا انهم يقصوا على القراية ويعملوا فورماسيون؟ اي والله ما لقيتش معناها في القراية، مش ما كش باش تلقي روحك في القراية. راه بلي باش يقروا قروا ماهوش باش يلقوا روحهم. معناها صحيح بطلت القراية انا تو، معناها عندي تو يمكن 7 سنين. مشيت قريت لمحمد رسول الله ليسي تكنيك، قريت عامين، بعدين مشيت عندي تو ديبلوم انا في الكتريسيتي باتيمون، وتو هاني نقرا في الحجامة ان شاء الله ربي يسهل لنا. الدبلوم الاولاني اللي خذيته في الكتريسيتي ما خدمتش بيها؟ والله ليه، خاطر ضعيف معناها سي ابي ماهوش ما يخدمش، معناها سي ابي ما يخدمكش. كي اللي نمشي له في المهنه هذيك يقول لي معناها يا بي تي بي يا بي تي اس، معناها يبدا عندك ديبلوم بي تي بي ولا بي تي اس، معناها ماهوش يقبلوه. ولا يعني تو محمد رسول الله نقرا في الحجامه ان شاء الله ربي يسهل لنا، ان شاء الله ربي يسهل لنا في خرجه. وكاف الحجامه اليوم مطلوبه برشا في تونس؟ والله ما اكثريتهم تو يقروا في الحجامه، مطلوبه برشا. حتى كان ما تخرجش تنجم تحل محل صغير؟ تنجم يعطيك، تنجم تحل محل صغير، ما في حتى حانوت صغيره في حومتك في دارك، وما تنجم معناها باللي معناها ماهيش باش تنحى. معناها فما بيت تو باش تبطل معاش تحجم، ماهيش باش تبطل معاش تحجم ولا هذيك اهو. خممت في سوق الشغل نجم نقولوا معناها؟ يعطيك الصحة، خممت أنا تو في سوق الشغل، ما بلي قرية معناها خدمت في برشا خدم، ما ماكش باش تلقي روحك معاهم، لأن من غير صنع من غير حتى شيء ماكش باش تخدمي. اليوم القراية باهية، أما في صورة ما لازم يكون عندك معدل باهي باش تتخرج حاجة باهية. راه مغبار حتى معدل باهي، نعرف عباد مهندسين وماهمش يخدموا. عندي ولد حومتي تو مهندس بناء، والاخر مهندس فلاح ويخدموا بطاله، معناها ماهمش قاعدين يخدموا. مهندس معماري ولا مهندس فلاحي؟ مهندس بنائي تاع البناء، ماهمش يخدموا معناها هم بطال. علاش باش نكمل؟ علاش تكمل العباد تقرا؟ يا تمشي تاخذ يا تعمل صنع يا تهجم البلاد هذيا وكاهو. انت في الشباب اللي في عمرك تخمم في الخرجه للطب؟ والله حاولت برشا مرات، مش مره مش اثنين. حاولت حرقه معناها؟ حاولت حرقة في البرد، في حرقة مرتين. كيف مشيت؟ شنية؟ كيفاش مشيت وكيف؟ شنية كيفاش مشيت؟ مشيت للبرد، حاولت كليت الضرب، عملتهم الكل معناها. كليت الضرب كيفاه؟ حاولت تحرق معناها؟ هي حاولت نحرق معناها من البرد، ماهيش حرقة معناها، مديت فلوسي وباش نحرق، حاولت نحرق من البرد. تركب معناها في البرد؟ هي نمشي نقص في سكادرة وكل شيء. هذاك شو ظهر لك؟ اي وقتاش ظهر لك؟ ولا ايش باش نعمل مالها؟ ايش عامل في الدنيا في المصروف؟ وعلى حجابه والله. ايش عامل في المصروف وفي الدنيا اليوم؟ والله دارنا ربي يخليهم، واني نخدم انا بطبيعتي. معناها مانيش نستنى في دارنا باش يمدوا لي كل يوم ولا حاجه. اما اني نخدم ودارنا ماهمش مخليني الحقيقه. الفورماسيون قداش وقتاش بديتها؟ بديتها عند هذا الشهر الثاني، هبط خالص في الشهر الثاني. بالخلاصه؟ قداش اليوم؟ 140 دينار شهر؟ اي هم محضره ما قداش تسحق؟ مش صادق صح؟ يا خبي تسحقهم قداش تسحق من شهر هي؟ والله هما 10 شهور قالوا لي، ما انا باش نقرا عام 12 شهر. مش برشا 10 شهور؟ والله هذيك هي معناها باللي باش تتعلمي، معناها تزيدي تاخذي فكره اكثر. والبراتيك كيفاش تعمل؟ تجيبي ناس من برا تعاملي لهم حجامه، وتقول لها محمد رسول الله، وتزيدي تشوفي حانوت معناها نتاع حجام كذا، تقعدي معاه تكمل معاه معناها ستاجك، تعمل معاه ستاج. هذيك هي. تو شنو طموحك؟ والله ناخذ دبلوم ونهزم منها لبلادك اهو. مش بالحرق؟ لا اي مش بالحرقه بتبات الحال. اي خليك معايا. مش بالحرقه بتبات الحال. وهك خممت قبل منك تحرق عن طريق؟ قبل في الحرقه تو، اما ما ماكش باش تلقي معاه فايده صحيح. اما باللي باش نبقى نحاول، اذا نلقى حرقه نخرج انا. مانيش باش نبقى معناها. في مخك دوله معينه تمشي لها؟ والله اي بلاصه الا تونس. اي بلاصه الا تونس. حتى بلد ما فيش خدمه؟ ليه مش ما فيش خدمه، ما باللي الاوروب خير من تونس. تمشي لافريك؟ ليه عليها لافريك اختي الغالي. تروحك السؤال هذايا؟ ليه لافريك؟ خاطر فاهمين بالغالط. صحيح فاهمين بالغلط، اما باللي تقولوا فما برشا بلدان افريقيه فيها خدمه وفيها حتى سياحه حاجه اخرى دنيا اخرى. هي فيها فما بلايص فيها، اما باللي لافريك ما احنا ديما خمموا في الفيس اوروبا والغرب وهكا.
اي ما بلي هما فما عباد في بالهم جنه ماهيش جنه راهي غادي هاني نقولها معناها مشيت وعرفتها ماهيش جنه وصلت والله مشيت الباليرمو وقتيش هذي والله عندها عام ونص لتالي كيفاش مشيت مشينا قونا مدينا فلوسنا قونا شمعنا معناها مشينا بتنا ليله في بلاصه معناها باش بتنا فيها برشا الناس قبل ما تخرج قبل ما نخرج وبعد جا الشقف فازنا وصلتوا قداش من بعد قداش من ساعه؟ والله 19 ساعه كنت خايف ولا؟ والله حرقت معنا مليكه معناها مثلا واحد قمر مازالت كي خرجت من السبيطار امها وابوها قمروا بها معناها وصلوا راكده في تونس البرة حالت عينها الشقف وقف وهي حالة عينها تحكي في قصة واقعية وسط قصة واقعية هذه بو أمها بنته ولدت من هنا حملها منها حتى في الشقف من هنا مش عمرها عمرها مش عمرها 10 أيام كنتوا متمنين خاطر البيبي معاكم الملايكة هذيك هذي مشنا ليه مش على المليكة هذيك معناها نحكي لك أنا معناها كوالديهم معناها سيء أيسوا منها البلاد هذيا ما عادش يحبوا معناها ما عادش يحبوا ما سيء فدوا منها علاش للدرجة ذي مأيسي؟ والله وين يا أنت عندك خدمة تو عندك أنت تو خدمة فما خدمة تو لهنا ما فماش لهنا ما عندكش ماكش باش تلقى معناها بك وصلت الروما عاملين ولا كيكا؟ عام ونص عامين تو كي وصلت الروما شو عملت غاد؟ والله مشينا طول هما معناها مشينا شدونا العباد شدونا غاديك هزونا لاي شرطه بالطبيعة هزونا البلاصه بدنا فيها تقعدي فيها الجمعه غاديك حجر صحي جمعتين وانت كتعرفي كيفاش تقطعي من غادي اللي قطع يقعد غادي بالطبيعة اللي قطع يقعد غادي ولا هما فما في ايطاليا يعطوك ورقه مده 6 شهور مده 6 شهور من بعد 6 شهور هذيك ما عادش حبوا يلقوا غادي ما عطاكش ورقه ليه اعطوني ورقه ما انا ما صارت مشكله رجعها مشكل شو؟ تعاركنا مع الحاكم غادي رجعت. شنو هي المشكلة بالضبط صارت؟ والله يجي هما قالوا لنا ابعدوا من هنا ما تبتوش غاديك يا اخي دار واحد فينا دز ولا كيفاه. درتوا عليه؟ اي ما معناها شوفوه يضربوا فيهم. يا اخي مشينا قدمنا رجعونا معناها حارقين في 19 راجعين في ساعة. رجع في ساعة في الطيارة. أول طيارة رجعت طول رجعنا بطبيعة الحال هزونا للتشنتر ومن التشنتر وطول المطار. حسيت برشا يأس وقتها هي قاعده عام وثمانية شهور زاد ماهوش شوي بري صورت لها قداش فلوسها في بري شنو هي قداش لميت لها فلوس والله سبعة ملايين امك عاونتك والله مدت لي صحيح الحرقه الاولى ريب 10 معناها حرق مرتين المره الاولى اختي كديش على الاولى هنايا معناها ما عرفتي الله محمد رسول الله وصلت ورجعت بالوقت معناها وين وصلت سيء في البحر يعني ما تروح انا في بلاستيك ريتها انا في بلاستيك 10 ملايين الاولانيين و7 ملايين غاديكا ما وصلناش غاديكا ما رجعنا من البحر انا في بلاستيك ال10 ملايين الاولانيين و7 ملايين الثانيين انا بالنسبه لي انا نعيش بهم ونعمل بهم مشروع صغير ونعيش به هاني يعني قاريه ومتخرجه في الجامعه معناها اي ما شديتهمش معناها في يدي ف حتى 10 ملايين راه مش بشويه 10 ملايين تنجم تعمل بهم حاجه وتخدم بهم ملايين يعملوا بهم اما وقتها مخك في الحرقه ماهوش مخك فيه خاطر لليوم مخاكم في انه ماشي بكم تلقاها غادي محلوله فما سباله تتهبط في الفلوس مش يعني نقول لهم راه ماهيش جنه غادي نعاود لهم ماهيش جنه راه معناها مش نقولوا جنه اما باللي غادي ما فما عباد تقول تغرب في بلادي خير من نتغرب غادي خاطر ما فما حد باش يفيس وباش يجيب كراهه تتغرب في بلادك وما تغربش في بلاد الناس هكا وما عندي ما نقول اخر ربي معك عايشك